أيها المصلون، تقبل الله أعمالكم في مثل هذا اليوم الفضيل الشريف، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بفضل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية، والخالق من غير منصبة، خلق الخلائق بقدرته، واستعبد الأرباب بعزته، وساد العظماء بجوده، وهو الذي أسكن الدنيا خلقه، وبعث إلى الجن والإنس رسله ليكشفوا لهم عن غطائها وليحذروهم من ضرائها وليضربوا لهم أمثالها وليبصروهم عيوبها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأشهد أن الأئمة من ولده، أئمة الهدى ومصابيح الدجى وأعلام التقى والعروة الوثقى وحبل الله الممدود بين الأرض والسماء، من تعلق بهم نجا ومن تخلف عنهم غرق وهوى. والسلام والتحيات على أصحابه المنتجبين وعلى عباد الله الصالحين. عباد الله، اتقوا الله الذي أنتم بعينه ونواصيكم بيده وتقلبكم في قبضته، إن أسررتم علمه وإن أعلنتم كتبه، قد وكل بذلك حفظة كرامة لا يسقطون حقا ولا يثبتون باطلا. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، إنك أنت التواب الرحيم. وفي خطبة لأمير المؤمنين وسيد الموحدين علي بن أبي طالب سلام الله عليه في وصف المتقين: أما الليل فصافون أقدامهم تالين لأجزاء القرآن، يرتلونها ترتيلا يحزنون به أنفسهم ويستثيرون به دواء دائهم، فإذا مروا بآية فيها تشويق ركنوا إليها طمعا وتطلعت نفوسهم إليها شوقا، وظنوا أنها نصب أعينهم، وإذا مروا بآية فيها تخويف أصغوا إليها مسامع قلوبهم، وظنوا أن زفير جهنم وشهيقها في أصول آذانهم، فهم حانون على أوساطهم مفترشون لجباههم وأكفهم وأطراف أقدامهم، يطلبون إلى الله في فكاك رقابهم. اللهم فك رقابنا من النار يا رب العالمين بحق محمد ولبيته الطيبين الطاهرين. هكذا هم أهل القرآن، أهل التقى، ونحن في أمس الحاجة أن نذكر أنفسنا والمؤمنين بكتاب الله الذي بتنا نخشى أن يصبح مهجورا، حيث أنك تجد اليوم أن بعض
من يبالغ في مسألة الطقوس والشعائر ذهب في الأمر مذهبا بتنا فيه نخشى على كتاب الله ودوره في حياة الناس، حيث قدموا كلام المخلوقين من شعراء وغيرهم على كلام الله، وبتنا نفتش عن أسباب تراجعنا وتخلفنا كمسلمين، ثم نتساءل كيف تتقدم الأمم والشعوب ونتأخر، وكيف تتوحد الدول والكيانات ونتفرق. كل ذلك لأننا تركنا كتاب الله خلف ظهورنا، وإلا فنحن مأمورون في الحديث الشريف لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نعود إلى كتاب الله في عصر الفتن، وكذا فيما ورد في كلام أمير المؤمنين عليه السلام أن نتخذه منقذا وهاديا، أن نضعه أمامنا ليدلنا ويقودنا، بينما نجد اليوم أننا نشعر بهذا الهجران وبهذا التقصير، وبأن بعض العادات والتقاليد وما تهواه الناس يطلق عليه أسماء الشعائر وأسماء الفضائل، ثم يعمل على ترويجه في الأوساط. والحرج الكبير يأتي عندما يسأل الإنسان عن كتاب الله فلا يدري منه آيات معدودة. أين نحن من الذين يقومون الليل يتلون كتاب الله؟ مش مطلوب حتى بالليل، خلينا نقول بالنهار ماشي الحال. لماذا هذا يعني نوع من فعلا هجران؟ هذا الشكوى التي الأشياء التي تشكو إلى الله غدا يوم القيامة، كتاب مهجور يعني متوافر الآن في كل الوسائط والوسائل الإلكترونية الحديثة موجود، يعني لا ليس لأحد حجة. من زمان كانت الناس من فقرها لا تستطيع أن تحصل على نسخة من كتاب الله، وإذا حصلوا عليها يقبلونه ويضعونه على رؤوسهم ويزين به المنزل ويصبح مثل ثروة. الآن يتوافر في كل الأوساط وبسهولة ومجانا، ومع ذلك تجد الإنسان قد يحفظ من الأشياء الكثيرة في هذا العالم من قصائد و تراتيل وأهزيج وأوسات، ولكن لا يحفظ كتاب الله ولا يدرك منه إلا قليلا. هكذا يريدنا القرآن الكريم، يريدنا أن نستهديه. إن القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. والقرآن الكريم يهدي الإنسان سبل السلام مع النفس، مع الأهل، مع الأولاد، مع الجيران، مع الأصدقاء، مع من يلوذ بك. فهو في قوله عز من قائل يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، يعني مثل ما نستنشد طبيب والدواء وتنشد يعني الاستشارة من أطباء النفس وأطباء الاجتماع. طيب لماذا لا نسعى وراء دواء داء قلوبنا؟ للأسف الآن البعض حتى الذي يحاول أن يتجر بالقرآن يعني يتخذه سلعة للتكسب، فيوحي للناس أنه يعطي لهم منه الشفاء والعلاج، ولكن دون أن يلتفت إلى أن كتاب الله فيه من الأمثلة وفيه من الحكم وفيه من العبر ما يدعو الإنسان إلى أن يقصد الأسباب. فبيجوا باسم القرآن بعطلوا الأسباب ويقول لك أنا بشفيك وأنا بعطيك وأنا برزقك وأنا بغنيك، طب ليش عم تأخذ مني فلوس بالآخر؟ ما
أنت إذا كنت مطلع على هذه الأسرار مفروض تغني نفسك أول واحد. للأسف هذه الثقافات الآن التي تسود وتصعب بين المسلمين على حساب التدين الأصيل وعلى حساب مدرسة أهل البيت عليهم السلام، مدرسة الثقلين، هذا التوازن في الحياة بين كتاب الله وبين عترة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا نجد أن أهم ما يحتاجه الإنسان في هذه الحياة هو يعيش السعادة، أن يتخلص من الهم والغم والحزن، وكل ذلك في كتاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. يعني فعلا الإنسان وصل للمرحلة أنه نفى الخوف والحزن من حياته، بعد على قولة أحد المؤمنين الطيبين أنه لبست أم عريت، جعت أم شبعت، بعد ما يهم، لأنه الآثار النفسية التي تصيبني جراء ما يجري في هذه الدنيا لا تلحق بي خوفا ولا حزنا، فأعيش راضيا مرضيا. وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. أو يحزن الإنسان منا وهو يسمع قوله تبارك وتعالى، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. عندما يشعر أنه من الذين يعملون صالحا عليه أن يعيش طيب الحياة، شعور بالرضا عن وجوده، عن نفسه، عن حياته، أن يدعو الله أن يطيل في عمره لكي يزيد من عمل الصالحات. وهكذا نجد أن الخوف الذي يحصل بفعل التهديدات من حوله، بفعل الشعور بالضعف والهول والهوان، يتبدد عندما يكرر على نفسه ويعتقد في صميم عقله وقلبه بصدق قوله تبارك وتعالى، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. فعلا يعني لو نستطيع أن نحول القرآن الكريم إلى تلاوة واعية، إلى عجين يدخل في مكون اعتقادنا ومشاعرنا ووجداننا وقلوبنا، لاستطعنا أن نتجاوز الكثير من المحن ومن التحديات. وهكذا نجد أن الوصفة الإلهية، مش الإنسان يروح عند الدكتور ليأخذ وصفة، الوصفة الإلهية لداء قلوبنا ونفوسنا هي ما علمه تبارك وتعالى لرسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. والترتيل هو قراءة القرآن بحيث تخرج الكلمات من الفم بسهولة واستقامة، وهو بمعنى الوضوح في القراءة مع التأني، كما في الرواية الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تفسير هذه الآية، بينه تبيانا ولا تنثره نثر الرمل ولا تهذه هذا الشعر. وعن الصادق عليه السلام
أنه سئل عن هذه الآية فقال قال أمير المؤمنين عليه السلام بينه تبيانا ولا تهذه هذا الشعر ولا تنثره نثر الرمل ولكن أفزعوا قلوبكم القاسية ولا يكن هم أحدكم آخر السورة وهو حال المتقين أما الليل فصافون أقدامهم تالين لأجزاء القرآن يرتلونها ترتيلا. وهكذا نجد الحث من أهل بيت العصمة عليهم السلام على التأمل في الآيات والمعاني، على التدبر في كتاب الله، حتى لا نصبح من الذين يحركون به ألسنتهم ولا يبلغون منه مبلغا ولا يفهمون منه حرفا، كالذي يردد دون أن يدرك ما يقول. إذ ورد عن إمامنا الحسين بن علي سلام الله عليهما أنه قال آيات القرآن خزائن العلم، فكلما فتحت خزانة فينبغي لك أن تنظر فيها. شوف هذا التعبير اللطيف، فعلا إذا أنت عندك شوية أغراض وثياب ومجرد أن تفتح بدك تتأمل حتى تميز الألوان والأشكال والصيفي والشتوي. خزانة العلم كتاب الله يحتاج أن أنت تتأمل، هذا مدني، هذا مكي، هذا محكم، هذا متشابه، هذا ناسخ، هذا منسوخ، وهذا يحتاج إلى من يتعلم هذه العلوم. الجاهل بهذه العلوم شو بيعرفه؟ مسكين كالأعمى الذي يفتح الخزانة وتقول له زوجته تناول القميص الأصفر، فهو لا يميز، لا يملك عيونا. كذلك القارئ للقرآن عندما لا يملك هذه المقدمات قد يشعر أنه يستفيد، ولكن ليس بمثل الاستفادة التي يحصل عليها من زود نفسه بعلوم القرآن. وهو خطاب العقل والوجدان، لذلك تعليم والتذكير هو أحد أهداف كتاب الله، مخاطبة عقل الإنسان عندما يحرك فيه الاستدلال والمنطق وعدم جمع المتناقضات والمقدمات والنتائج. هذه يا إخوان ما نضيع هذه الثروات بفعل اليوم الموجي العاطفي والوجداني اللي ماخذ ما أخذها، ورح تنسينا كل هذه المقدمات التي يريدها الله لنا في حياتنا حتى نتقدم ونطور ونأخذ بالأسباب ونحكم الأرض بالعدل وبالسلام. أما التهويس وهذا اللي عم بيصير هلا مثل على طريقة أننا كأننا فرقة من فرق الجاي من كوكب آخر تمارس أمور عجيبة غريبة، ثم نريد أن نقدم هذا المذهب على أنه مدرسة الإسلام الخالصة والصافية، هذا يحدث إرباكا كبيرا للناس، وهذا يجعل الصورة عنا صورة ضبابية تحيطها الكثير من علامات الاستفهام والأسئلة. بينما العودة إلى كتاب الله، العودة إلى الثقل الأكبر، محاولة تذكر من جديد أن إسلامنا لا يطير إلا بجناحين، كتاب الله وعترتي. أما تذهب تزايد على الناس بشيء ثم تنسى شيء آخر، هذا يفقد التوازن ويأخذ المذهب منحا خطيرا. بدأنا نرى معالمه هذه الأيام من خلال أنه ما في واحد أمي ولا جاهل إلا صار لك هذه الطقس وهذا شعيرة وهذه، من كلفك أنت؟ من يعني ما الذي تمثله في موقع الفهم والعلم حتى تعطي هذه المسائل؟ ثم نأتي إلى أوساطنا إلى كتاب الله لنجده أنه يعني، وللأسف هذا كان في التاريخ مش جديد، يعني كان في التاريخ، وتمكنت الحوزة العلمية من خلال العلماء الأصوليين أن يحدوا من هذه الظاهرة، لكن ليش عودتها الآن من جديد؟ فعلا سؤال غريب،
في القرن 21 تعود بقوة لتعيد هذا المذهب إلى أن يكون مذهبا إخباريا صرفا يعطل العقل الذي هو الوسيلة للتأمل بكتاب الله وللتدبر في كتاب الله. وهذا بعضهم يقول جهلا وعصبية، بعضه بيقول لا في مؤامرة كبيرة يبدو، ما بعرف أنا يعني لا أستطيع أن أجزم، ولكن إذا كانت مؤامرة طب ليش عم بيقوم فيها بعض الشخصيات اللي هن من أهل العلم على أساس ومن أهل الإيمان ليدفعوا عامة الناس إلى التطرف في هذه المواقف وإلى التجرع على كل من يخالفهم؟ على فكرة بتقول له مرجع، بتقول له عالم، بيقول لك أنا هذا لو استغفر الله مين ما نزل مين ما حكاني أنا لا أريد أن أسمع لأحد. يعني هذا روح التمرد، روح عدم الاحترام، روح. وقد ورد عن في الكافي عن إسحاق بن عمار قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى بالناس الصبح فنظر إلى شاب في المسجد وهو يخفق ويهوي برأسه مصفرا لونه قد نحف جسمه وغارت عيناه في رأسه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله كيف أصبحت يا فلان؟ قال أصبحت يا رسول الله موقنا. فعجب رسول الله صلى الله عليه وآله من قوله وقال إن لكل يقين حقيقة، فما حقيقة يقينه؟ فقال إن يقيني يا رسول الله هو الذي أحزنني وأسهر ليلي وأضمأ هواجري، فعزفت نفسي عن الدنيا وما فيها حتى كأني أنظر إلى عرش ربي وقد نصب للحساب وحشر الخلائق لذلك وأنا فيهم، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتنعمون في الجنة ويتعارفون على الأرائك يتكئون، وكأني أنظر إلى أهل النار وهم فيها معذبون مسترخون، وكأني الآن أسمع زفير النار يدور في مسامعي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا عبد نور الله قلبه بالإيمان. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم له إلزم ما أنت عليه. فقال الشاب ادعو الله لي يا رسول الله أن أرزق الشهادة. شوفوا اليقين لوين بياخذه، اليقين وين بياخذ، يعني ما هو عندما إنسان يتمنى يقولون له ادعو بما تشاء، ما بتمر عنا محطات مثلا في الأدعية انه ادعو بما شئت، شو بتتذكر؟ بعضنا شو بيقول؟ بده رزق، بده ياكل، بده يشرب، بده نعيم، بده زوجي، بده اولاد، بده حقه، ما حدا بيمانعه، مش حرام الدنيا. ولكن عندما يترقى ليطلب الطلب الأساسي في حياته الذي يغير مجرى مستقبله وآخرته يقول أن أرزق الشهادة معك. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يلبث أن خرج في بعض غزوات النبي فاستشهد بعد 9 نفر وكان هو العاشر. هذا ما يوصل إليه اليقين، وهذا ما يخلقه القرآن الكريم في قلبي الذي يتلوه مستيقنا به، وهو شفاء للنفوس. نعم لا ننكر ذلك. قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. نعم الذي يتحرك من موقع المشكك والمستهزئ، والذي يتحرك من موقع المهمل ومن موقع الذي يريد أن ينفي حجيته وأن ينفي دوره طبعا يزداد خسارة، لأنه ظالم لنفسه، لأنه يحرم مجتمعه وطائفته وقلبه وأتباعه من الهداية والاستنارة والشفاء بكتاب الله. شفاء ورحمة لمن غمر الإيمان قلوبهم وأرواحهم فأشرقت
وتفتحت وأقبلت في بشر وتفاؤل لتلقى ما في كتاب الله من صفاء وطمأنينة وأمان، فتذوق نعيما لا تعرف قلوب وأرواح أغنى ملوك الأرض. هذه هي الحقيقة، وهذا ما ذكره أمير المؤمنين عليه السلام في الخطبة التي قدمناها. ويستثيرون به دواء دائهم، فهم يلتمسون في تفسير المعنى الدواء لكل داء، وحسبهم داء الذنوب الموجب للحرمان من الجنة والدخول في النار، فيتخلصون من هذه الذنوب ويجلون صدأ قلوبهم بربيع القرآن، بكلام الله تبارك وتعالى عبر التدبر والتفكر، ويستجيبون لندائه: فاستشفوه من أدوائكم واستعينوا به على لأوائكم، فإن فيه شفاء من أكبر الداء، وهو الكفر والنفاق والغي والضلال. فكونوا المتسمين بطهارة النفوس ومكارم الأخلاق ومرضي الصفات، تراه قريبا أمله، قليلا زلله. هذا الإنسان المتقي الذي يقف في الليل التالي عن كتاب الله، لوين بيوصل؟ يوصل يصير أمله دائما قريب، دائما مستبشر، لا يعيش الأحباط واليأس. وهذا الشيء اللي بلش ولا يحكوا عليه بالشهرين القادمين، إنه ستريس وديبرشن، وناس ما قادرة تتحمل التأس، وناس مش قادرة تتحمل الوضع. وبالتالي ليش؟ لأنه فعلا في نوع من الوحشة، في نوع من الوحدة، في ناس ساكنة لوحدها، في ناس ما بتطلع الآن نتيجة الطقس والجو. طب بمن نأنس إذا ما عندنا أنيس؟ لا قرايب ولا عائلة ولا ناس بيطلوا علينا وناس بيسأل عنه. عندما نتخذ القرآن أنيسا وجليسا، عندها تمضي الأوقات والشهور والأيام، ما حدا عنده مشكلة، لأنه حتى لو هجره الناس والأحباء فإنه مع الله، يكلمه الله تبارك وتعالى كما أشرنا في خطبة الجمعة الماضية: تراه قريبا أمله، قليلا زلله، خاشعا قلبه، قانعة نفسه، منزورا أكله سهلا أمره، حريزا دينه، ميتة شهوته، مقضوما غيظه. يريد نوصل للمرحلة، يريد نتزين بهذه الصفات حتى نصبح أفضل من الملائكة، وحتى نمشي على الأرض هونا، وحتى نصبح بوجودنا وأخلاقنا حجة على الناس من حولنا. ربنا عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد، وترحم على محمد وآل محمد، كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وصلي على أئمة المسلمين وسادة الموحدين، علي بن أبي طالب والحسن بن علي والحسين بن علي وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي ومحمد بن الحسن صاحب العصر والزمان، روحي وأرواح العالمين له الفدا. اللهم هؤلاء أئمتي، أئمة الهدى ومصابيح الدجى وأعلام التقى والعروة الوثقى، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرى في الدنيا والآخرة.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك قريب مجيب الدعوات، إنك ماحي السيئات، إنك على كل شيء قدير. اعلموا عباد الله أنه من يتق الله يجعل له مخرجا من الفتن ونورا من الظلم، ويخلده فيما اشتهت نفسه، وينزله عنده في دار اختصها واصطنعها لنفسه، ظلها عرشه ونورها بهجته وزوارها ملائكته ورفقاؤها رسله. اللهم اجعلنا يا الله ممن اخترت واصطفيت لجنتك، واحشرنا مع محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مؤتمر للأديان في روما ومؤتمر آخر في القاهرة. جيد، جعلناكم شعوبا وقبائل للتعارف، بس مش بعد كذا مليون قتيل وكذا مليون مهجر ساعتها بنتذكر. لابد أن تستقل المرجعيات الدينية عن القرار السياسي، ولا بيصير الحاكم هو اللي بده يعطي إذن حتى يعقد المؤتمر أو لا يعقد. بصير بدها السياسية التي تقول الآن اجتمعوا وغدا تفرقوا. لابد من فعلا تملك المرجعيات الدينية في العالم الإسلامي وفي غير العالم الإسلامي لقرارها المستقل، لكي تتخذ موقفا أيضا حرا ومستقلا. ومع ذلك نقول أن تأتي متأخرا خيرا من أن لا تأتي، مش هيك هذا المثل الإنجليزي المعروف؟ وأتى متأخر مؤتمر القاهرة، ولكنه على الأقل نزع شرعية المراكز الدينية المعروفة في عالم السنة وفي غير المذاهب عن حركة التكفير التي تستطيل هذه الأيام، التي تحاول أن تستطيل، تحاول أن تحول نفسها إلى أمر واقع، إلى مشروع. وكذلك من خلال مؤتمر بابا الفاتيكان وحضور شخصيات إسلامية من مختلف الطوائف وغير إسلامية أيضا من بقية المذاهب والأديان. جيد، يعني انعكاس الصورة على الأقل على عامة الناس أنه هذه مش حروب دينية ومذهبية، أنه أنت تقاتل عن مذهب له أئمة والآخر يقاتل عن مذهب له أئمة في التاريخ. لا، هذا حراك سياسي، نعم يتغذى من المشاعر الدينية والمذهبية، صحيح. هذه مشاريع تحركها دول وأمبراطوريات وممالك وإمارات، وتتخذ من المشاعر الدينية وقودا للحشد، للتحشيد ولعملية الاستقطاب، أنه أنت تذهب لتقيم الخلافة وفلان يدافع عن المقدسات، وبالتالي هذه تعطي يعني شرعية للقتال. من جانبنا ما عم ننكر أنه نحن نعم في موقع دفاعي، في موقع صد لهؤلاء الذين يقولون لك سنأتي لكي ننتهك مقدساتك، وسنأتي لكي نفعل كذا وكذا بنسائك وأطفالك. فالإسلام جوز، بل أوجب، مش جوز، أوجب الدفاع عن النفس وعن النساء والولدان والمستضعفين، واعتبر أنه من مات دون عرضه أو ماله مات شهيد. أما ما في مشروع تمددي أو توسعي أو والله إدخال الناس في هذا المذهب أو في هذا الدين أو إقامة يعني دول أو منظومات تمثل مثلا الفكرة دينيا معينة، هذا مش مطروح على الأقل في الساحات التي تحدث فيها هذه المشاكل. وتبقى العبرة الأساس مش بالنوايا الحسنة والطيبة لرجال الدين،
هؤلاء الحمد لله موجودة في كل عصر ومصر. تبقى العبرة الأساس في الدول التي فتحت خزائنها وأموالها للترويج لهذا الفكر الخطير، فكر التقتيل والتكفير والإقصاء وتحليل دماء الناس وتحليل أعراضهم. إذا لم يتخذ كما قلت في أكثر من خطبة قرارا دوليا ملزما بتجفيف يعني هذه المنابع المالية والتي تعرف مصادرها الآن، وكل يوم بيجينا خبر هذا التمويل في تونس من هذه الدولة، التمويل في ليبيا من هذه الإمارة، التمويل في هذا المكان، واضح يعني أنه هذا مش حراك داخلي من أهل البلد يأتي من طيبة أو فراغ أو ارتجال شخصي، لا، في دفع له، هذا الدفع يستوجب انفاق ملايين الملايين وتسخير فضائيات وإعلام تحريضي لكي يأخذ بهؤلاء الناس باتجاه القتل والقتال والكراهية وتخريب البلاد وقتل العباد. توقيف هذه المشاريع نحن يجعلنا نصدق أنه في نية صادقة لتخليص البشرية من الفتن. أما كلام جميل وشو بقولوا أنه يعني تلعن الظلام ولعنه ليلا نهارا، لابد أن تشعل شمعة ليسود النور. من دون فعل وعمل وجهد حقيقي سيقولون لك نعم العن قد ما بدك وعمل مؤتمرات قد ما بدك، سياساتنا مستمرة وأطماعنا مستمرة، والهدف من هذه الفتن والمؤامرات وإغراق العالم الإسلامي بالدماء والدمار والخراب والتخلف والحقد والكراهية سيبقى المشروع الذي يهدد وجودنا ومستقبلنا. والحل هو بصد هؤلاء عن غيهم وإعادتهم إلى رشدهم وإعطاء زمام الأمور للمسلمين والمفكرين الواعين الذين يدركون أننا لا يمكن أن تقوم لنا قائمة ونحن نحترب فيما بيننا ونحن نحلل دماء بعضنا البعض ونحن نؤيد هذا التكفير وهذا التقتيل وهذه الإساءة للإسلام باسمه وباسم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. لذلك كانت كلمة حق في وجه سلطان جائر من أعظم الأعمال، شيك؟ هذا من أعظم الجهاد. عندما تسكت هذا السلطان الجائر يستمر في جوره، فلا بد من موقف، لا بد من حراك، لا بد من تصد حتى إن شاء الله تعود الأمور بين المسلمين إلى سابق عهدها الذي لا نمنع فيه الخلاف والجدل الفكري والفقهي، فهذا أمر مشرع، ولكن دون أن تحلل سفك دمي ودون أن تعيث في الأرض خرابا وفسادا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى.